اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سائل يقول: عندي مسألة أرجو أن تفيدني بخصوصها. تفضل. أنا متزوج من عامين، زوجتي كانت تعاني من مشاكل في الحمل، وقمنا بعملية أطفال أنابيب، الحمد لله حدث حمل. نحن الآن في الشهر الأول، لما عملنا سونار وجدنا 3 أجنة، 2 مكتملان والثالث به ضعف، وأخبرنا الطبيب أنه في كل الأحوال لابد من التضحية بواحد حتى لا يكون هناك أثر سلبي على باقي الأجنة وعلى الأم، حيث إن زوجتي تعاني من أورام ليفية في الرحم وعمرها 34 عاما. هل يجوز عمل إجهاض للجنين الثالث؟ هو الحمد لله المسألة دي اكتشفت في الشهر الأول، وفي 40 الأولى الأمر في ذلك واسع. تعالوا بنا نتعرف على القواعد. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمسوغ شرعي وفي حدود ضيقة جدا. إذا كان الحمل في الطور الأول وهو مدة 40 يوما، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر، جاز إسقاطه. يعني وليس من المصالح المعتبرة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو خوفا من العجز من تكاليف عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، فهذا لا ينبغي. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين تقول: الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمسوغ شرعي. فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له 40 يوما فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم، جاز إسقاطه في هذه الحالة. والكلام ده منطبق على هذه الحالة، لا يزالون في الشهر الأول، والطب يقول لابد من التضحية بأحدهما إنقاذا للطفلين وإنقاذا لأمهما. فأرجو أن لا حرج على أن تبادر وتسرع حتى لا تخرج من 40 يوم اللي فيها الرخصة، وأسأل الله أن يجبر كسرها وأن يقيل عثرتها. اللهم آمين.